السلام عليكم لي في اليوم جبت لكم وصفة البسبوسة من أروع ما يكون، صدقوني لذيذة بزاف. مش أربع سلع الآخر، ما نطولش عليكم، نروح المقادير وكيفية التحضير. اولا نبدا بالشربات، ندير 2 كيسان سكر مع 4 كيسان ماء. نخلطوا هذاك السكر مليح مع الماء باه يذوب، ونحطوه طول فوق النار، نحسبوا له كيهز الغلية 12 دقيقه، ونطفيوا عليه ونخليوه طول يبرد. من جهه ثانيه البنات نروح نحضروا البسبوسه. نحتاجوا 3 بيضات متوسطين بحراره الغرفه، نطلعوهم مليح بالباتور، كي يطلعوا يتبدل اللون تاعهم نحطوا نص كاس سكر. راح نحط السكر غير نص كاس باسكو مع الشربات تجي حلوه بزاف. من بعد نزيدوا نص كاس زيت ونخلطوا، ومن بعد نزيدوا نص كاس حليب دافي. هنا كيما تشوفوا البنات راني درت اضافه صغيره، الزهر ديالو الطبيعي يبقى اختياري. نخلطوا كلش في بعضه، ومن بعد راح يزيد المكون السحري وهو نواة كوكو. راح نحط كاس ونزيدو كيس ونص تاع خميره الحلويات، شويه فانيليا، وكأسين غير ربع دقيق. بعد ما ضفنا الدقيق نخلطوا كلش البنات في بعضه، يجينا هذا الخليط ثقيل، ما تخافوا منه ما والو، يجي ثقيل لراحو هكا يجي مليحه. نحطوها في صينيه تكون مدهونه بالزبده، على بالي تبالكم ما تمشيش بصح نورمال، مشوها بالعقيله باك المغرفه وعدلوها وحطوها طول الطيب. هاي هنا لكم البنات، بعد ما طابت شوفوا لها كولور تاعها واش مليحه. راني نسقي فيها هنا بالشربات، لازم تكون الشربات بارده والبسبوسه تكون سخونه هكذا باه تشرب العسل ليه هاكو تشوفوا فيها هكذا تشرب فيه ليه هكا. نخليوها تبرد، بعد ما بردت وشربت هذاك العسل زينتها من فوق بنواة كوكو، يبقى التزيين اختياري البنات. بعد ما بردت البسبوسه تاعي دوكا راح نقصها. طبعا نقصها كيما تحبوا نتوما، تحبوا ديرها مقروطه تحبوا ديرها كاريات، اختيار يبقى لكم نتوما. انا هنا كيما قاعدين تشوفوا قصيتها مقروطات، شوفوا كيف قصيتها كيف بان باللي راهي مشربه مليح العسل. دركا راح نخرج حبه نشوفوها مع بعض. والله يا البنات منظرها اي شهيتها صح، شوفوا لها كولور، شوفوا العسل كيف خارج، والله بنينه جربوها موحال راحين تندموا عليها، راهي وصفه ناجحه 100%. وفي الاخير انا مالية نقولكم اذا اعجبكم هذا الفيديو ديروا لي وكومنتار، وما تنساوش تدعموني في القناه بالاشتراك فيها هكا باه نزيد نجيب لكم غير جديد. سلام.